صباح الخير يا معلم. صباح النور. اهلين اهلين، اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلين اهلين، هاي مواعيدك تمام هيك تعجبني كويس. ايه بالنسبه للمواعيد تسال ايش عن المواعيد، تعرف ليش انت في المواعيد؟ لا ما هو صحيح يعني انا في المواعيد دقه. انا صحيت الساعه 5 الا 5، يعني 5 الا 5، 5 الا 7 دقائق، يعني صحيت صحيت لك معلم. شايف اخوي؟ المهم شو بدك بالطويله والقصيره والحكي للجميع ولا تهون. شايف اخوي؟ صحيت ولبست لك الموزه وموزه وغسلت لهم وشخصوا وين، ولا مهم جميل وافقت انها تخليهم عندها اختها ابو سعيد. طيب طيب خلص خلص، انت ما بتسكت ابدا. بسكت بسكت لما اكل بسكت. اضرب كفك بعدين معك انت. خرافتك خرافتك، وقت ما بدك لما تفضح، وقت ما بدك. طيب اسمع. نعم. بدي اياك هلا تشتغل مزبوط. حاضر. اياك تحط البطيخ اللي حجمه كبير على جهه. فهمت علي؟ البطيخ اللي حجمه كبير الكبير، والبطيخ اللي حجمه صغير على جهه ثانيه. حاضر يا معلم. حاضر، البطيخ الصغير على جهه والبطيخ الكبير على جهه ثانيه. خلاص بفهمها على الطاير. هلا ابو نادر، انت ابو نادر، انت كم مره بحياه نادر كم مره قلت لي اسمك؟ مرارة طفيتها من جوا مرة واحدة. هيت من مرة واحدة وعرفنا عالطاير بفهمها ولا يهمك. طيب يلا شوف شغلك بسرعة. شوف شغلك يلا. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلين. لو سمحت بدي تنقلي ثلاث بطيخات على زوار. حاضر حاضر حاضر. اهلا وسهلا. اهلين، تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا. عمري بدها ثلاث بطيخات حزوقي. ايه على راسي على راسي، انت تعمري بس. تعالي علي وسهلا الحاج بسرعه. اهلا وسهلا. شرفت المحل، قصدي شرفت العريشي. يا عليوه عليوه. نعم ابو سامر. ابو سامر، قلت لك ابو نادر يا عليوه. هو قال لي دفتر. ما انت مره واحده قلت لي اياه. هات بطيخه من اول حاجه على الميزان بسرعه. حاضر حاضر عن اذنك. هلا انا بنقي لك البطيخ وبتشوفي كيف زود. ان شاء الله عمى. شو مش شايف؟ هات بطيخه خلصني تعال بسرعه. حاضر حاضر. تفضل يا معلم. ولك شو هذا يا بني ادم؟ قلت لك بطيخه مش مخده. انت بدك تجلطني؟ جننتني، طيرت عقلي. وبعدين معك، انا من اول ما شفتك قلت مش راح تنفع بالشغل. انا من اول ما شفتك صدقني شكلك مو شكل واحد شغيل. يلا الله معك، مع السلامه. يلا يلا مع السلامه. حل عني. معلش يا معلم معلش. حرام حرام. زهقني يا بنت الحلال، مش فاهم علي اشي. الظاهر علي جديد على الشغله، طول بالك علي شوي. طول بالك علي شوي. تعال اورجيك البطيخ اللي بدي اياها. تعال 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 تعال. انا عارف وين راح. رايق يا معلم. ولا يهمك. ثلاث دنانير يا ست. يلا وديهم للست على السياره عليها بسرعه. شو مش سامع؟ بقول لك وديهم للست على السياره. حاضر حاضر. يا الله. ايه ايه ايه، الدهدله وانكسرت. هيك يا عليوه هيك. متاسف يا معلم. يا حبيبي متاسف، ما انا كنت بدي احمل ثلاث بطخات بايد واحده، والمثل بقول بطختين بايد واحده بنكسروا. كيف ثلاث بطخات؟ تنكسر رقبتك ان شاء الله، صدقني غير اخصمها عليك. لا بلاش يا معلم، احسبها علي انا. ها انا مش على حقها يا ست. ولا على ايش؟ انت مش شاطر لطولة لسان. هلا بنقي لك واحده غيرها يا ست، ولا يهمك تكرم. بعرفش نقي. ما هو هاي هو اللي نقاها، طلعت ظاهر يعني مش حمرا حمرا، ظاهر. هاي وهاي انا اللي نقيتهم. اهلا وسهلا. هاي بطيخه احسن منها واكبر منها يا ست، وبدون مزام. تفضلي. يسلم. تفضل. هذول حق البطيخات. يسلم وديكي. وهاي حق اللي انكسرت. لا لا، اللي انكسرت بدي اخصمها من الدينارين. لا لا. طيب ماشي الحال.
إذا بدي أغلبك توصلني فيهم للسيارة. حاضر، أنت بتأمري. أعطيني هاي. إيه لا، أنا بحمل الثلاث وطخات. لا بس أعطيني إياه واحمل أنت هاي، أعطيني إياه. بديش أغلبك. لا ما في غلب. طيب ماشي ماشي. العافية سالم. أهلين يا رجال، الله يعافيك. أهلين. شكرا. عاد لو ما في معاك سيارة كان وصلت البطخات على باب داركم. شكرا كثير لك، بس البيت كثير قريب. قريب؟ وين البيت؟ هداك البيت. هداك اللي هنا؟ أول بيت من هون. إيه هذا قريب، قريب كثير هذا، عرفته عرفته. أهلا وسهلا، طب ليش كنت جاي من هون؟ كنت في بيت أختي. الله يوفقك ويوفق أختك يا رب، أهلا وسهلا، على كل حال وقت ما بدك بطيخ، وقت ما بدك هذا تعالي على الهاي، عرفت علي؟ يعني ماشي. انا بنقي لك بطيخ احمر. ماشي تفضل. ايه لا مصاري لا. إيه لا هاي اكراميه لك. لا إيه منك انت لا، لو من غيرك كان اخذت. لا انا محسوبك اسمي عليوه. وحضرتك شو اسمك؟ انا اسمي مرفت. اهلين يا مرفت. اهلين، اهلا وسهلا يا مرفت. عن اذنك. اهلا وسهلا.